أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان. صفحات من الماضي. في مثل هذا اليوم في 12 من نوفمبر عام 1978، أدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المواطنين والمقيمين في إمارة الفجيرة، وأدى الصلاة بجانب سموه حفظه الله الشيخ صالح بن محمد الشرقي والمرحوم الشيخ سرور بن سيف الشرقي وعدد من المسؤولين ورؤساء الدوائر الحكومية في إمارة الفجيرة، ثم توجه سموه حفظه الله بعد ذلك إلى القصر لاستقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك، متمنين لسموه التوفيق في خدمة البلاد ونموها ورقيها، وأن يعيده الله على سموه وشعب الإمارات بالخير واليمن والبركات. صفحات من الماضي.